نحن اليوم بورشة لين حاولنا ندرس الفيديو تيد آلز سوا، سمعناه وحلينا أسئلته، بعدين شفنا شو المفردات الغريبة فيه وطلعناها من الإنترنت، طلعنا المعنى بالإنجليزي من الديكشنريز أونلاين، طلعنا كتير صور عن كل كلمة من جوجل إيميجز، حاولنا نحط أمثلة على كل صورة وشاركناها على الشبكة الاجتماعية مشان تكون متاحة للكل، بعدين حلينا طبعا الأسئلة على الفيديو وصححنا الأسئلة، وبعدين عملنا ورشة كونفرزيشن، كل واحد حكى رأيه عن شو لفت نظره بالفيديو وحكوا رأيهم عن الورشة وشو السلبيات، كله طبعا حكيناه بالإنجليزي. هذا الشيء اللي نحن عملناه اليوم. هلا مجموعة لين بشكل عام هي Learning English Network، نحن بنحاول انه نتعلم انجليزي من مصادر الاهتمام اللي نحن بتهمنا حقا، يعني بدل ما نحن ندرس مقالات نحن ما بتهمنا عن جد، ليش ما نحن ناخذ من الانترنت المقالات اللي نحن والفيديوهات اللي نحن عن جد بدنا نفسنا نعرف عن هاي المواضيع ونحاول ندرسها بطريقه تشاركيه ومفتوحه باستعمال طبعا تقنيات الانترنت وتقنيات التعاون، وهي مش مجموعة لين. هدول المشاركين اليوم اللي كانوا بورشة لين.